FM. الكلمة ليك. كذلك موضوع أن سوريا وين كانت في محور؟ كانت مع السعودية في ضرب النظام. قلنا قلنا بشار الأسد لأن حكينا معاه بالضبط. أولا حكينا معاه على الوضع تفاصيل على حكينا معاه وقلنا له اللي اليوم انتم في تحالف قدموه كهو عنوان المقاومة بينكم بين حزب الله وإيران وروسيا، راهو التحالف هذا يكون شي مصيره كما التحالفات اللامبدئية الأخرى وقت اللي كنتوا مع وكان الراجل منفتح ويعتبر اللي ثم أخطاء، لكن ويعتبر مش هك حتى في الموضوع الداخلي في موضوع النظام السياسي. يعني هناك استعداد ويقول لك أنا بعد المعركة العسكرية لابد من معركة حضرية توضع خطأ، يعني تدخل ضد العراق يعتبروه خطأ، ويعتبروا اللي اليوم الأوضاع يعني والإكراهات تنجم تهز سياسات متاع دولة في أخطاء، لكن آن الأوان أنه نفيقوا على رواحنا، والمهم في السياسي مش اللي ما يخطأش، هو اللي يخطأ ويراجع الخطأ متاعه. كابا فان الكلمة ليك.